باك 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 اخي، ونرجع حلقة جديدة مع كينجدومز اند كاسلز. شفت علي اخي قال كل ما تكبر الخلعة اكثر يقول لي تزيد صعوبة اللعبة، لكن نحن ما نسوي قراعة صغيرة هني وبنكبرها ان شاء الله، بنكبرها للاخر. من الجاينتس هاي لازم نذبحهم بعد، هذا موضوع ثاني. ونرجع مرة ثانية، طبعا الحين بنسوي محتاجين سكان يداد، وعندنا خشب، وعندنا خلنا نسرع اللعبة. نبقى هذا ما نبغى، نبني بيوت جديدة. نحاول اليوم بكبر القلعة. أم سوينا خلعة طبعا، مش إنه ما سوينا، وكانت الخلعة مشروع ناجح، لكن محتاجين نمدد ولا نكبر قريتنا مثل ما هي. طبعا عندي مشكلة الأكل ردت ولا كيف؟ شو موضوع الأكل عندي؟ فبكبر القلعة مهني، وبنحاول نسوي محصول أكل جديد. لازم يا انا الهجوم، انا مش متوقع هجوم حاليا، وشوي استعجلوا علينا في الهجوم. بس خلينا نشوف دفاعاتنا شو بتسوي في الهجوم هذا. بعد انا ما جربنا، وحتى ما شفت طريقة تدريب ايوه ذبحوهم، لانهم راح يسوون كوارث اذا ما ذبحتوهم. عندي بروحهم يباعوا، بعد هجموا عليهم مساكين، حصل ياكل طال منهم. انا عندي 160 نفر والبيوت نقصن. اخ هدم البيوت، هدم بيوتي، تبا لهم تبا لهم. وانا كم بحل المواضيع كلها الحين، حملني بخشب، بنبني بيوت جديدة. هيا الهجوم على حظكم، اول الحلقة هجوم. زين الحين لازم اهدمهم واحد واحد على سبب مكانهم، يعني هاي بريكم. هذا بيت هي بعد فرصة اصلا، انا كنا بنحتاج نهدمهم، هم سووا لنا شغل الهدم هذا بدل ما انا اسوي. خلاص هذا تمام. ما عندي خشب، متى بيستوي عندي خشب انا؟ ليش كله ما عندي خشب؟ هذا السؤال الصحيح، ليش كله ما عندي خشب؟ شكلي محتاج ازيد انتاج الخشب. يا الخشب. انزين بزيد ارتفاع هذا، برفع طابقين الكاسل نفسه. بس دشوا من البابا، دشوا من البابا، يعني تقول الباب مسكر وما بيدخلون لازم نرفع الجدار شوي. نرفع الجدار. يا رأي من الحوادث اللي استوت اليوم. فتحنا الحلقة افتتاحية بهجوم سريع سريع. تاون كوتج، اي نيد وود، كان يو جايز برينج مي مور وود. تاون استوى عندي السراير حقهم، ايوه استوى عندي السراير. في ناس زعلت طبعا، كل ما يستوي هجوم في ناس تزعل، في ناس تطلع، في ناس تتم، في ناس. هذا شيء جدا طبيعي عادي، لكن احنا ما متعودين على قرية صغيرة، وما راح نسوي قرية صغيرة، ما راح نتعود على نظام الخلية الصغيرة بصراحة يعني. وبرايهم يسوون اللي يبونه. اني بجولد الحين، بس يرجع لنا الجولد شوي، والاكل نرجع مستويات طبيعية، لان الاكل وضعه صعب عندنا في القرية هاي. فصبر. وين الفوت؟ فوت وين دمل خباز، محتاجين خباز حاليا. عندي خباز، صبر. اذا السالفة كذي، مزرعة هني و مزرعة كان ثاني مزرعة اظني عادي، وين واحد طيب مرة طيبة. المهم شي الماي يوصل لها تصور. زين خلنا نشوف كم واحد بينا الحين. بيتز 188، سكان 164، محتاجين اسباب السعادة. اسباب السعادة السكن والاكل طبعا، في غير السكن والاكل اسباب السعادة ما في، بس ما ارفع عليهم الضرائب شوي شكله. اذا ما رفعنا عليهم الضرائب خلنا نرفع الجدار. ان هذا الجدار ايوه كسروا الجدار ولا ما حدا. يلا سيدي استغل الفرصة طلع شو اسمه فوقه.
خشب طلع يعني، هذا من شو اسمه طبعا، من صديقنا الفورستر اللي قاعد يزرع كل شيء. كنا استخانا ممكن تشيلون الشيرة هاي اللي مخربة حياتي ممكن. انا اعطيهم ضريبة زايدة شوي، محتاجين جولد في العادة. انا مريحكم الحين، اعطوني فلوس، نبغى نبني دفاعات. شغلة ال هاي ما تمشي. تنين بعد، نشوف الدفاعات شو تسوي على التنين. اهدم بسرعة، شكرا. طردو، ارتحنا. السعادة عندي قاعد تنزل بشكل مش طبيعي ترى. عندي تاون سكوير، لكن نبغى نزيد السعادة لأن ما عندنا سعادة فعلية. بس السعادة لاحقين عليها، نحط دفاع. دفاعه من هنا دشوا علينا، بنقوي أقوى شيء ممكن. هني بنبدأ مدينة ثانية الحين، بس بنبنيها على الإدار. ليش؟ على أساس بخبركم. أول شيء هذا الدرب بيجيب للخشب، بيكون قريب الدفاعات. غير إنه قريب الدفاعات، بيكون في مزارع هنا، ماي ومزارع وبيوت ثانية وغابة ثانية تجيب لنا. شو الغابة الثانية تجيب لنا؟ خلينا نشوف الادفايزر شو يقولون. سير 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 سير، ادينا لسير. نو بليس تو ستور ذير ستون مور ستوك بايل. اوكي، محتاجين مساحة تخزينية اكثر. المساحة التخزينية الاكثر اندستري بيج ستوك بايل. هذا عود يبغى له مكان. ايوه هذا ستوك بايل، مكان للتخزين حصلنا. ما يقولوا ما مدينا عقب كاسل الإدار. ما ابغى واحد، ابغى اكثر. محتاجين حصة، محتاجين حصة. عندنا جولد. شو اللي محتاج انه ميسن يسوي صح؟ ايوه نحن هذا ما سويناه. هذا يحول الشاركول اللي عندنا الى التولز اللي نحتاجهم. ونقول ليش ما عندي تولز من زمان، يعني اطالع التولز من فترة الحين مش محصل تولز، فاكتشفت الموضوع الحين. طبعا نحتاج دفاع اكثر، نحتاج دفاع هني. لا ما في شي اسمه نحتاج هني. في هجوم ثاني، كان في هجوم رابل ديمولش كاسل. يبني واحد ثاني مكانه. مهم فضل التنين، شكرا يا تنين، جعلت حياتي تعيسة اكثر. بعد يبون اكل، ما تشبعون انتو؟ لسين نبني لسين نبني. يعني اليوم بدينا التوسعة، بنبدأ التوسعة، ولكن بنحتاج دفاع في الزاوية هاي. ما دافعنا بناكلها الصراحة. هذا على واحد، بنحطي واحد من هاي اللي عليه. هذا مدى طويل وبيدافع لنا دفاع جميل من ورا. خلنا نبني الدفاعات. ها والله حلو المبنى، مسوي له ديزاين فيري نايس. اي لايك ات، اي لايك ات. لا ون لايك بلس ون بلس على قولتهم، بلس ون شيء. كسل اوكي، مش كسل تاون. شارع جديد، ما عندي خشب. شو
احطي ماي، تستوي حريقة، تستوي شي عنا مشاكل، ما يبي يحل المشاكل هاي، ما بخرب الشارع السيد. انا لحظة احطيكم شارع هني، نحتاج حديد، ما بسكر عليه الحديد يسوي فرق حقنا. ف فود 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 فود، انا شو مخسر اني اصلا غير الفود؟ شو اللي ملعوزني فيكم غير الفود؟ حط لهم زار علينا قلت بس، وبعدهم يبون، وبعدهم يبون اكل. بس عدد سكاننا نقص مو زاد الحين، في عمال حق البوابة. اذا ما عندي عمال البوابة يعني خلاص كنا ما عندي بوابة اظني، فلازم حطي عمال. اسمي سراير قاعد تروح علي، سوري يا جماعة ادري ما سطرتكم، كم سويكم سكن مؤقت شوي، سوي نعطيهم سكن. لازم يحتاجون سكن 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 سكن. يلا الناس قامت تطلع، الناس مش سعيدة. هذا يبغانا نحطيه هني، نفخخ انزين. حطينا اكل هني، حطينا اكل هني، حطينا هذا هني، حطينا بيوت هني. يبغالنا خدمات الحين حق المدينة، واحدة من خدمات المدينة انا اظن هني ما عندنا خدمات ابدا، ها واحد من اسباب الزعل مالهم، ما اظني عندهم شي. منو ما عنده سعادة؟ ديمولش توي بنيت مزارع عداد، مو مشكلة تحملوا، كانوا مكتبة خلهم يقرون يتخافون شوي، ما يقولوا ما عندهم سعادة. ليش كل هذا والشعب مش سعيد؟ خلينا نكون مستانسين. اوكي توب 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 توب. انزين عندنا تول ميكر، ان شاء الله يكون عندنا تولز الحين. بلس 3 توتال فورست، بس يعني بحتاج شغلة ثانية، بحتاج بلوك سميث. ها كله في الخلعة الجديدة اكتشفنا ان نحتاج هالامور، وشكلي ببني بلاكسميث. هذا سوينا بلاكسميث، الحين بس بينا البلاكسميث وبنبدأ نشيل الحصى اللي داخل. ابى استعمل الحصى اللي هني، ابى نوسع المساحة في الوسط، وابى انزل عليهم الضرائب لان الناس شوي شوي بتطلع من الضرائب، قاعد تنقص ما قاعد تزيد الناس، نقصان الناس مصيبة. مدخول الجولد كله من الناس، اذا قعدنا نزعلهم نطلعهم برا ما بنعين خير. هذا بيت ثاني بعد هني، فايكنجز يا حبيبي تو طالعين من حرب، عيب عليكم عيب عليكم والله، تو طالعين من حرب ولحين ما دربنا جنود وما سوينا شيء. في تنين بعد، سمعت صوت انا. تنحين ويانا اليومين،
متنحين شكله خلاص، يبون يدافنون. ابا 100 جولد، ابا هيرو. يا جماعة وقت الحرب ادفعوا شوي ضرايب، ادفعوا ضرايب، ادفعوا ضرايب حرب. زدت الضرايب، كيف الجولد ينقص؟ اوه اوكي، شكل المدينة الجديدة مالك كانت مشروع فاشل وتتهدم، لان كنت مستعجل عليها ومو بنيت لها دفاعات. بس انا اشوف اها ندخلوا من هني. ها الاوغاد، عندي دفاع، انا عندي دفاع، بس ما ظني عندي دفاع يغطي المنطقة هاي. هاي مصيبة ثانية، ما عندي دفاع يغطي هالمنطقة، هاي مصيبة. اوكي كان دفاع جيد جيد جيد، دفاع رشوهم. اوكي ممكن فور هذا لفت كونغدوم هابينس واحد. اوكي انا نقص اكل وايد عندنا. روبلوكس مثل ما قلنا، وكانت في خسائر الحرب، وايد خسائر، وايد خسائر للأسف. محتاج منطقة زراعية أكبر. أنا نسوي ميسن حق الريبيرز، نسوي تشاركول ميكر ثانينا حق الفحم، بطلع من هني. هاي شو ابغى اسوي؟ ابغى يقصون هذيل وحطي مكانهم مزرعة كبيرة بدل المزرعة الصغيرة، بحط مزرعة كبيرة داخل، وبزيد المزارع مزرعة برا. بس ما عندي شيء حاليا، ما عندي اي شيء، لازم تري الناس تدخل تعيش مرة ثانية. ممكن 100 جولد، بس اني تقول بعدين بخف عليكم. تعال واحد مات من عمر كبير، واحد شو اسمه، واحد زين. سعادة ردة تزيد مرة ثانية، يعني سعادة ردة تزيد معناها السكان بيردون يزيدون. انا محتاج بطل، اذا يبنى بطل هالبطل شو بيسوي؟ بيحمي المدينة، هاي القاعدة الاساسية. بس البطل يباله فلوس وايد، ما في بطولات على الفاضي يعني. والمستشفيات اللي عندي والمكاتب استاخذ وايد من الذهب، وما عندي وايد سكان. كلهم في وظائف، شو الحل؟ هل ننزل الضرائب ونشوف كيف يستوي؟ اسكر المكتبة الجديدة، بتاخذ مني جولد. هات في ناس بيجون ولا عندي؟ عندي بيوت، عندي بس اكل تشاركول، ومحتاج معدات، وكله محتاجين عمال اساس ينبنون بسرعة، وانا ما عندي عمال حاليا، وما عندي وود، ما عندي حد يقص الخشب. لو عندي حد يقص الخشب كان الوضع احسن وايد، بس اتصور ما بتكون مشكلة الحين. قاموا يجون، بس محتاج دفاع اكثر. برفع حتى ورز شوي زيادة، خليهم عاليين من هالصوب. الدفاع جيد اتوقع يمشي حاله، بس المشكلة مش مشي حاله، عندي الاكل، الاكل ابدا مش مشي حاله، ودام الناس ما قاعد يجون فانا في مصيبة. الناس لازم يجون اكثر.
فلازم أبند شوي أمور. نفس المكتبة هاي لازم تتبند، توفر لنا ناس. يوني 6 توه، يوني 6 لو أرجع 150 نفر أتصور الأمور ترجع طيبة نوعا ما. خلينا نشوف شو يقولونا. الزراعة نبغى شي حق الشتاء، هذا يقولنا. اوكي يبون عندهم، بس نحن بندناهم ليش؟ لأنه ما عندنا ناس ساكنة، عندنا لكن سكرناهم. هني بنبني لهم مسجد، ما بسميه كنيسة بسميه مسجد، بنبني لهم اياه هني. واحنا بنيناها زين، ما بنيناها مصيبة. الحين الهابينس قاعد يزيد والناس تزيد وتنقص، فشكلكم بتكونون معي خلال الأزمة هاي، لأن آخر هجوم يعني شوي 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 أثر على الاقتصاد الصراحة، شويتين شويتين أثر على الاقتصاد. فالحين أنا صغير مش مستانس، أفتح أزيد الهابينس. أنا ما بزيد الهابينس بزيادة حقهم، ما بزيد وايد. ما عندي حد يقص خشب. ما في جولد عشان سولجرز. لحظة، إذا خفينا الضرايب لزيرو حاليا خلي الذهب براي. نبغى ناس ستي، ناس بيون ولا ما بيون؟ هني الموضوع. يلا صبركم معي، صبر زين، صبر زين. يونا ناس بس 7 قعدوا. مش لازم تمر سنة على أساس شو كاسل. خلنا نكبر الدرام، عندي مليون بس ما عندي خشب، خشب ما عندي، عندي مصيبة مع الخشب، والخشب مستهلك، يروح حرق، يروح هذا، يروح حق تولز المفروض، بس ما عندي عمال كفاية. خلاص بنبند، بنبند ميسن، البند هذا حلو لنا الحين. تفرم ما بمده، نبغى سعادة حق الناس. بنبند لازم نقلل التكلفة، عبي 3 تبند. مشكلة عندي في الشاركول، شاركول الناس تحتاجه بشكل دايم. ها شاركل شو اندستري، ليش هاي اللي يحتاجونه؟ بند لك من مكان، وبنبند مكان ثاني فيها تكلفة مرة. بنبند هذا مرة، بنبند هذا ثروة. خلنا بنده، ننزل تكاليف الذهب مالنا، تكاليف الذهب وايد اوفر. هذا بنبنده، رمح العود، رمح العود اللي هني بعد بنبنده. ها كله يكلفنا ذهب، الدفاع مش ببلاش، الدفاع دايما له تكلفة، تكلفة قد تكون عالية. هاي تكلفتهم عالية الحين، احنا بالناس 60 والناس على ضريبة عالية ما متين. انتو شو رايكم في الموضوع؟ شو راح غلط؟ وين الغلط اللي يوم دشوا علينا بدت تصير مشاكل؟ هذا سؤال جميل، شو الغلط كان وين الغلط وكيف ممكن نعدل الحين؟ الحين بدأ يستوي عندنا الناس شوي شوي، بيبدون اوكي. 10 يونا من 11 واحد، حلو حلو ممتاز. ما عندك تخاف، قصوا قصوا، هذا قصوا عادي، كله قصوا، من ولي قصوا، ما في مشاكل، بيردون يزرعون غير هاي، امورهم طيبة.
لا تقولوا فيها حزينين الحين، ما نبى الحزن مالكم، نبى حلول ان الناس كيف قاعد تنقص. يوه المستشفى مالي كم يتحمل سؤال؟ ما في عمال. المستشفى مبند لانه ما في عمال. لان الناس قاعدة تموت من الامراض لان المستشفى ما في عمال. انا يعيبني سيستم سم سيتي، شكلي بلعب لكم سم سيتي. اذا تبون العب سم سيتي اكتبوا لي تحت بس السم سيتي. سم سيتي سيستم التقارير والريبورتنج اللي في اللعبة رائع الصراحة، يخلي الواحد يعرف شو السالفة، واتس وينت رونج، شو السالفة، شو الغلط في الموضوع، شو صار، شو المصيبة كانت، وين المشاكل عندك. سيستم الريبورتس وايد حلو في سم سيتي، متعوب عليه الصراحة. ممكن نتبع الأخطاء أسهل وايد من أي لعبة ثانية تقريبا. في ناس مش مستانسين، أنا أعرفكم مش مستانسين ولا أنا مستانس، لأن في نهاية اليوم عنا عامل واحد على الأقل. زين زين وصلنا لتقريبا 120 و25 واحد ماتوا وباء. تخيلوا انتوا 25 واحد يموتون خلال وباء. الحين عندنا اكل وايد، بس عندنا وباء وعندنا هذا وعندنا ذاك، وموضوع طويل، موضوع طويل. ما في عمال اصلا في الخشب عندي غير واحد قاعد يشتغل. المشكلة في ناس قاعد تتي، بس في ناس قاعد تموت، في ناس قاعد تحزن، في ناس ما محصلة. هذا من تبدأ عندك سلسلة مشاكل، انا قلتها قبل هاي، تبدأ عندك سلسلة مشاكل في بعض الالعاب، تبدأ المشكلة تطلع مشكلة تطلع مشكلة تطلع مشكلة تطلع مشكلة، ونحن لازم نخلي المشاكل ما تتم تطلع ورا بعض، لان المشاكل اذا تمت تطلع ورا بعض تستوي نفس القرية هاي. الحين دخلنا في مصيبة، دخلنا في مصيبة كبيرة بعد، مصيبة. بوابة ما فيها عمال، بوابات ما فيها عمال، اي حد يدخل يهجم علينا من ورا. طيب الحين زين، خلينا نشوف الادفايزرز اذا منهم فايدة. المدينة سير unhappy they need church or libraries. اوكي زين، شو بنسوي؟ نبى نحط واحد من الجناريز هاي. هاي شو بيسوي لنا مكان حق اكل حق الشتاء؟ احنا ارد عنا وحدة بشكل عليها زحمة تشل 200 اكل، تشل 200 هاي اللي يستهلكون بسرعة فظيعة جدا فظيعة. انزين انا من يبدا يستوي عندي ايدلز ببدا اشغل مباني مره ثانيه. الحين لان الحين قام يجيني خشب، وهذا شيء مفيد جدا. خشب راح يحل وايد مشاكل، بس خلهم يشيلون الخشب اللي هني، بنكبر مكان الاكل، بنرجع للخطه الاوليه. اظن هالحلقه شوي بنطولها لين نحل شوي المشكله. واجهنا مصيبه فعلا، واجهنا مصيبه في الحلقه هاي. جتنا واحده من المصايب. ما بكبر الاداره الحينه، لأن أهم شي مي نهجوم الحين. إذا أنا هجوم الله يستر شو بيصير. ما عندنا عمال في أكثر الأبراج، ما يعني مش كل الوظائف دفاعية موجودة. الوظائف الدفاعية حاليا وايد مهمة حقنا، وما عندهم ذهب بما فيه الكفاية، لأن ما في وايد ناس ساكن حاليا. هالسنة يونها 12 من 9 من 12، مش 12 من 9. فايكنجز انفيدنج. انزين هاي شكلها شوي بتكون ضربة يعني الصراحة، مرة ثانية ضربة بعد ضربة بتكون. اتصور لان هاي ما بينونها خير، انا متأكد، انا متأكد. اظن التصميم كان يكون ممكن يكون افضل، مو بظني، التصميم كان المفروض يكون افضل. نعم كان المفروض يكون افضل. خلينا نشوف التنين شو رايه في المكان. ما في حد يشتغل هنا، ما عندنا عمال. هذا بس في عامل واحد، هذا الحين بيتم ينزل السعادة عندنا لين يقول بس. بس اهم شي ما نبى الجاينتس الحين. اذا انا جاينت
وايد بيأثر على الجوينت. الحين هذا ممكن يحلنا بعض المشاكل. اوكي طردهم، هذا انطرد. في غيرهم هني، ايوه هذيلهم. انا يبغالي اسوي ممر ماي واسكر هذا كامل، ان هذا ثغرة ثغرة خايسة. حلو حلو حلو، يدافعون يدافعون، اظن بنسلم من هاي. هذا اذا سلمنا منها بيسوي فرق. اوكي الناس مش مستانسة، طفوا الحرايق. الناس مش مستانسة ومحد قاعد يجي المدينة، وفي عندنا مشكلة في السعادة، وعندنا مشاكل وايد، وبدينا نواجه مشاكل ضخمة في القرية. يعني مشاكل من العيار الثقيل، مشاكل من العيار الثقيل، مؤلمة. بنبني تربان ثاني، بنشوف كيف ممكن نحل الموضوع. انزين خلنا هذا بنبنده، ما نبغى هذا بندناه. 4 من 5 يدومون، بس ما عندنا جولد نحن نسوي شيء اصلا. انزين كلوز، بنبدا نسكر اللي برا كله، لان اللي برا ما قاعدين بخير، وعندنا اكل وايد لان ما في ناس وايد، وما نبي نخسر. هذا يخسرنا خشب اللي قاعد يدخل علينا. وبعد شو نسكر الحصة؟ كم المخزون حصة؟ انزين عندنا حصة وايد، بنسكر مباني الحصة هاي حق العمال يروحون وظائف ثانية. ما نبي حصة الحين، الحين عندنا حصة، الحين ما نبي حصة، الحين نبي اللي عندنا يروحون الوظائف. يعني الوظائف اللي هم فيها الحين هاي تو ماتش صراحة، خلهم يصيرون يسوون شغلات ثانية مفيدة، يترسون المباني اللي مش متروسة، ولا يعبون المباني على اساس ان احنا نقدر نسوي شيء. بالطريقة هاي بنعزل المدينة الجديدة ولا اللي كنا شغالين فيها، حتى الماي ما نبغى هذا، كل شيء سكر، كل شيء مرة، كل شيء بنسكره، أي شيء أحسه زايد بسكر الحين. ببدأ أسكر شوي شوي لأنه واجه مشاكل فعلية، والمشاكل الفعلية بالها حلول جذرية. لها بنستطلع على 80، أبي يطفونه مو مشكلة، بيحصلوا له حل. طفوه طفوه، نار الغابة يا ستحترق يا جماعة الخير. هي قبل لا تروح علينا الغابة. ها سكرناها، سكرناها كم مبنى سكرنا الحين، وايد مباني. لايبراري ثاني شكلي بسكره، ما في عمال، ما نبغى الحين. عنده مستشفى، عنده هابينس، مو مشكلة. لو نحن اني بناس اساس يكون عندنا وظايف. الحين لازم نبني، مش بيوت طبعا، يدران. خلنا نزيد مستوى الحماية. بدأ يستوي عندنا خشب، بس لازم انتبه كم قاعد اخسر خشب. بيخلص بسرعة، بحط هنا بكبر هذا البرج اساس اوفر لهم حماية، ويكونون مستوى السعادة عندهم عالي شوي. الحين قامت الناس تي من يستوي عندنا الزحم، ببدأ اشغل المباني كلها. قام يستوي زحمة شوي، يمكن اشغل شوي حق الاكل ولا غيره، بس ما عندنا اي حد ما قاعد يسوي شيء، كل حد عنده شغل، كل حد حاليا في المدينة عنده شغل. بس الإدارة كل ما يكبر، كل ما يكون مستوى الحماية اعلى،
كان ما يكون أفضلنا حاليا. حاليا المفروض أنا أفكر كيف أسكر هالمنطقة هاي. هني درام بحطي، بعدين اثنين هني بمده لين يمكن حتى أشيل الشير هذا وأحطي مكانه شو اسمه، بهدم هذا ديمولش. انت الناس اللي تشتغلون هني روحوا مكان ثاني، ما نبغى غابات هني خلاص، نبغى نشيل الغابات كلها، نبغى نحط جدران، لأنهم يدخلون عن هالمنافذ هاي، عن طريق هالمنافذ هاي ويسوون لنا مشاكل، المشاكل الفعلية والمشاكل الكبيرة اللي مورا هالمنافذ. أنا بس بيكون عندنا نبني بلوكين أو ثلاث هني فقط، والخشب نقدر نحطي معمل خشب هني ونتفاهم معه بعدين، ما في مشكلة عادي. أدري أدري ما في، ما أدري ما في رواتب حاليا لأنه ما في سكان، الحين قاعد نرجع السكان. واجهنا كارثة لكن مو مشكلة، مو مشكلة، الكارثة ممكن نعوضها عقب. ما بسمع انه لا احد ما عنده شغل الحين، الناس كلها لازم يكون عندها شغل، نبغى ناس فاضية شوية. بعض اوقات، بعض اوقات تحتاج حد فاضي. هات لنا 5 خشب لو سمحت، ممكن 5 خشب ممكن لو نبني هذا. اوكي اوريدي حاطين انهم يقطعون. ليش كنسل؟ دقيت عليه كنسل انا بدل شب. الحصة شوي كان ينقص بس مش مشكلة، مو عليه، اهم شي الناس بدأت ترجع، الناس تبدأ ترجع، الامور تبدأ ترجع شوي طبيعي. طبعا بتقولون ليش اسوي هالشي واخسر خشب؟ لانه ابي ابني من الخشب اللي داخل كان ينتج لنا مكان نفس هذا الحين. باهم يبونا كل شيء اللي عند الموارد، اندستري فورستر محتاج 15 خشب. سبب اني انا اللي يسوي خشب بس. ممكن تقطعون هذا، ابغى يكون بعيد شوي، ما بيحط لي شير في نص البيت، او ممكن نحط مول شير هني بعد تغيير مكان. اذا هجموا على هاي المنطقة ممكن نسويها هني، لان اذا هجموا هناك هني يكون امورة طيبة. اصلا في كل الاحوال راح نزرع، ابو ابني هني بهدم هذا، ابو ابني هني في الوسط مرة في نص الغابة. الحين بدأ يطلع عندنا ايدل، بنبدأ نشغل هذا، بنرجع نشغل الحصة، بنرجع نشغل الاماكن اللي ما كان فيها موظفين حق نرفع مستوى السعادة حق الناس. افتح افتح، بس بعد لازم انتبه كم واحد قاعد شغل كم واحد قاعد ابند. دفاع بدأ يستوي عندنا جولد شوي شوي، هي مو مشكلة. عندنا ناس ما عندها شغل، ايوة ابني مكانها، ايوة تاون. سوري اندستري ورست، انت في نص الغابة بعد ما لك حق تتكلم، انتاجيتك المفروض تكون عالية. اذا بنحتاج خشب زيادة بعدين نقدر اني بخشب زيادة، مو مشكلة. انزين الحين بدأ يرجع عندنا الناس، بدأ يستوي عندنا الناس ما عندهم شغل، بدأ يستوي هالمرة ثانية، ترجع الامور طبيعية. لازم نبدأ نرجع نبني البيوت، نشغل الخدمات، مفتوح، نرفع التاكس شوي، لازم نرفع التاكس، هي لازم، في حريقة استوت على طول، الناس تطلع على طول.
زين في بيت كان خاطر ابني ما بنيته آخر مرة، بس يبغى له جولد. بس كم واحد يشيل هذا؟ 25 واحد. 25 واحد هذا كبير، مبنى كبير يعني. شو موضوع الأكل؟ أوكي ردينا شغل المزارع، هاي خلنا نرجع لشغل المزارع. happiness 2. منو بابا عندكم مي؟ انا حط لكم مي. يلا ما بحط بيت، بحط مي، لان هني دوم اكثر من مره محترق الحين. هالبيوت احترقن اكثر من مره، اللي متابع ما احترقن تمني احترقن. و ما نبي نطفر بالسكان اكثر ما اصلا نحن مطفرين فيهم. بس انا خلاص بس مزعل المساكين، زعلانين علينا من ما حد متى. المزارع الداخلية شوي، نبي المزارع الداخلية اساس الناس ترتاح. اوكي بنا شارع على هايل مثلا، نسرع اللعبة شوي مرة ثانية. رفعنا انتاج الاكل، المفروض يرتفع انتاج الاكل، لان كم شغلة شغلت الصراحة كذا شغلة. الجولد بدأ يتعدل شوي، بنزل الضرائب بس يستوي عندنا السكان وايد. خل الهابينس يرتفع، 10 ما يشتغلون انا اقدر افتح ميسن. بس ما عندي ناس، ما فيه الكفاية، والخلعة وايد كبيرة فيها وايد رماح وايد اسهم. وما عندي عمار كفاية، بس لا يزال انا محتاج واحد من هاي هنا، لانه يدخلون علي من هالاتجاه. اخر مرة دشوا من المي، لو تحيدون دشوا علي من الماء. هي جاي من المي، هنحطي هذا والتاون ونبني. ايوه قصر، بنينا قصر عود. انا المفروض كان عندي 227 واحد حجم المدينة الحين يكون. شوف كل شيء شغال، ما سكرنا شيء ثاني. اوكي كنا مسكرين وايد امور حق الاقتصاد. هني انا سويت طريق وردت عبه خشب. يوه شغلانه زين. هني بحتاج ارفع الخلعه شويه شويتين وشويه، على اساس ان مرفعه مدى المدافع يزيد. ابغى يزيد مستوى المدافع على اساس احط عليه شو هذا، ويقدر يحمي المكان هذا كامل. ففي حال هجموا علي بجاينت والعمالقة يكون عندي مكان. شو المستشفى ما في حد يشتغل؟ شو اظني بحتاج مستشفى ثاني الحين قريبا. مستشفى ثاني يمكن على الاغلب راح اهدم هذا وحتى مكانه مستشفى، لان بحط مكانه بمكان ثاني. هذا بحتاج مستشفى لازم. المستشفى كم نفر بيغطي؟ 12 جولد بلير، وايد يصرف، وايد قاعد يصرف اكثر من نبغى يصرف، اكثر من المرغوب. عندي مكان حق 227 نفر، بس اللي عندك خدمات حق 227 شخص هني السؤال. يعني انا عندي 200 شخص وما عندي حد فاضي من كثر الوظائف اللي انا محتاج فيها الاشخاص هاي. هني هاي مشكلة ثانية. التاون 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 لايبراري غيره كتجول كله عندنا. ان تغطية ماي ممتازة، اوكي ممتاز. عندنا كل شيء حاليا مغطى، بس جريت وولز ها
هذا ميلز بس يقول eat grand meals every day. بحتاج اسوي دار هني بنحوط المكان فيما بعد فيما بعد. بس الحين اخ ما عند ما في عمال ممكن يستغلون هالمكان هذا. هاي مصيبة ثانية يا خلنا نسوي هيرو هاي حق ما حد يهجم علينا. يلا يا هيرو ها استوى عنا هيرو والهيرو معلق تاون. تعالوا بنون الشارع تحته هيرو معلق. ايوه اوكي ها لازم اتحكم فيه. هذا بيحول المتدربين ولا السكان ليش اسمه زين. استوى عنا بطل استوى عنا بطل واجهنا كارثة. بشوف شو بنسويها الحلقة الجاية. يلا حياكم الله وشوفكم في الحلقة الجاية من البرنامج هذا من السلسلة هاي.